يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يقطع صلاته فهل يشرع له التسليم؟ يقطع صلاته ليه؟ يقطع صلاته من أجل إيش؟ إذا كان لعذر شرعي مثل ينقذ إنسان من هلكة، يقطع صلاته من أجل ينقذ إنسان من هلكة أقبل عليها، هذا لا بأس ولا يحتاج إلى تسليم. التسليم إنما هو عند النهاية، أما إذا لم يكملها فلا حاجة إلى التسليم، يقطعها بدون تسليم، يخرج منها بدون تسليم. نعم.